أيكم؟ قال الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية وعضو اللجنة التي تنظم زيارة البابا فرانسيس إلى العراق: إن هذه الزيارة تاريخية وستشمل بغداد والنجف للقاء المرجع السيستاني وأور في محافظة الناصرية. وأور الكلدان هي موقع سومري ذات دلالة إبراهيمية وأربيل وكنائس أخرى في محافظة نينوى وأضاف أن الزيارة رسالة محبة وسلام سيزور البابا الموصلة وقرقوش نعم بعد سبع سنوات أو ثمان سنوات من التهجير والقتل وبحسب أبناء أحد أبناء قرقوش أن تأتي ولو متأخرا فهذا خير، لأن الوضع لا يطاق. حول أهمية الزيارة ومعناها في كل خطوة فيها. وحول دور الأديان الناجم عنها عبر لقاء قداسته مع المرجع الشيعي الأعلى بعد أن التقى سابقا شيخ الأزهر في الإمارات. نرحب في أجراس المشرق بصديق البرنامج. الاب الدكتور امير ججي الدومينيكي العراقي ومن قرقوش نفسها والمستشار في المجلس البابوي لحوار الاديان والاستاذ في الجامعه الكاثوليكيه في باريس والحاصل على جائزه ستيفانوس العالميه والمشارك في خطوات الزياره التاريخيه. الاب ججي اهلا بك سيدي العزيز. من أين تأتي أهمية سبغسان. الزيارة؟ أهلا بك أخا وصديقا. من أين تأتي أهمية الزيارة؟ أنت في صلبها. كيف تراها؟ أهلا بك أستاذ غسان وأهلا بقناة الميادين وأهلا بالمشاهدين الكرام. أكيد مثل ما تفضلتم هذه الزيارة هي فعلا زيارة تاريخية بكل كل معنى الكلمة زيارة لها اهميتها القصوى اهميتها الكبيرة بالنسبة للعراق ككل بالنسبة للعراقيين ككل سواء كانوا المسيحيين او المسلمين او الصابئة او الايزيدين الكل منتظر بها لهذه الزيارة بشوق وبترقب واليوم الكل سعيد بانه ان يستقبل هذه الشخصية المهمة اللي أكيد تجسد الشخصية شخصية السلام السلام الذي يسعى إلى البابا وهو فعلا يعني هذه الزيارة هي تعبر عن مثل ما عمل مثل ما عمل القديس فرانسيس الأسيزي قبل 800 عام أيضا اليوم البابا فرانسيس يعمل ويجي يلتقي من جهة برجال الدين الآخرين وأيضا يلتقي بالشعب المسيحي والعراقي على صعيد عام نعم القديس فرانسيس الأسيزي زار مصر في, في فترة قاتلة من تاريخ هذه المنطقة فترة كانت سيئة طبعا وفترة احتراب وحروب وهذه المنطقة أيضا تخضع لهذا الحرب لهذه الحروب وهذه الاحترابات وهذا القتل في فيما يلفت أن الخطوة الأولى في الزيارة بير ججي تنطلق من أور الكلدانيين أنا أريد أن أسأل هل هو أصر أو أنتم في الزيارة رأيتم أن يبدأ بإبراهيم الخليل أو أن يبدأ بالخط الإبراهيمي نحن لا نحن نقراه ليس ابراهيميا بالمناسبه نحن نقرا الموضوع توحيديا بشان التوحيد ما ما معنى آه هذه الزياره دينيا فكرة زيارة مدينة أور هي فكرة لها رمزيتها العميقة وبالمناسبة هذه الفكرة كانت من قداسة البابا آه يوحنا بولس الثاني اللي اراد ايضا ان يزور مدينه اور ويعمل الحج يعمل فعلا المسيره الروحيه اللي قام بها ابينا ابراهيم و فهذه لها اهميتها ونشوف بانه البابا فرانسيس اليوم يختار فعلا وهو رغبه منه شخصيه بان يلتقي في هذه الارض المقدسه بممثلي ممثلي الاديان، ممثلين جميع الاديان، جميع الطوائف، اليوم اليوم العراق هو موزايك هو لوحه جميله من التنوع الديني والطائفي وهذا الشيء يعني هو غنى، فالبابا فرانسيس اراد واصر ان يكون لقاء يجمع بهؤلاء رجال الدين اللي هم يمثلون الطيف كل اطياف الشعب العراقي وحتى من أجل أن يوصل رسالة رسالة مهمة بأنه للعراقيين يقولنا بأنه أنتم العراقيين اليوم اللي يوحدكم هو أخوتكم البشرية كلتنا متوحدين وأخوة بهذا الوطن العراق وأيضا بانتمائنا لأبينا أبراهيم كلتنا أخوة سواء كنا مسيحيين مسلمين صابئة كلتنا نحن ننتمي إلى هذا الأب الأب العظيم أبينا إبراهيم اللي يوحدنا ويوحد أبناء بلدنا اليوم نحن محتاج العراق محتاج إلى هذه أن ننبذ الطائفية وننبذ هال هال هالنظام المقيت من الطائفية حتى يكون فعلا يوحدنا وأكيد بالنسبه للبابا زيارتها او لقاء بالمرجعيات وبالرجال الدين من كل الاطياف هو جدا مهم نعم. لانه راح يذكرهم بانه نحن كلتنا دعوتنا نحن سناتي أن... أن سنقتي... سناتي على على بشكل يعني الزياره اربعه ايام س... سنقسمها على مراحل ولكن انا اريد ان اقول ايضا أه... اور أه... هي بالتعبير التوراتي أور الكلدان أو أور الكلدانين ولكن هي فعلا أور السومريين قرب أور يا أبونا ججي وأنت من المطلعين وعملت كثيرا على اللقاء بين الأديان ولكن قرب أور أنت تعرف أنه على بعد ست كيلومتر في تل عبيد يعني أهم حضارة تأسيسية في العالم وهذه كلها قبل الديانات التوحيدية ونحن ليس لدينا أي عمل أثري يقول عنا على أن إبراهيم الخليل كان في تلك المنطقة هل التفت قداسته هل التفتتم إلى الإرث الحضاري الذي يمتد من ستة سنة أكيد هذا هذا هذه الزيارة هي راح تركز راح تسلط الضوء على هل هالإرث العظيم اللي نمتلكه في العراق يعني الارث السومري الاكدي البابلي هالارث ال 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 الحضاري حقيقه اللي هو للاسف منسي بسبب ال ما تعرض له هذا البلد من حروب من من عنف فاكيد هذه الزياره هي راح تسلط الضوء على على هالاهميه هالاماكن واهميه الحضارات اللي هي اكيد التقاء يعني اليوم مثل ما قلت بانه التقاء الاديان، ال 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 لقاء الاديان بين قداسه البابو والاديان الاخرى ولكن هو ايضا التقاء الحضارات، الحضاره الرومانيه والغربيه وكل وال الحضارات الغربيه مع الحضارات الساميه ال الشرقيه اللي اللي نمتلكها واللي هي اساس الحضارات حقيقه، فاليوم هذه الزياره هي مهمة ايضا في لتسليط الضوء واعطاء الاهمية لكل هالاماكن اللي هي جدا مهمة بالعالم واليوم العالم كله الكاميرات العالم التلفزيونات العالم تسلط الضوء على هالاماكن على هالاثار ونحن اكيد نترجى و ونتمنى بانه فعلا يكون هناك حملات تنقيبية ل اكشاف كشف و... و... وابراز هذه الحضارات و... وان تكون هذه المناطق هي مناطق سياحيه ممكن العراقي يعيش من هذه المناطق من خلال السياحه نعم هذا ما قاله له احد الاصدقاء العراقيين ان العالم كله ما يمكن ان يذهب الى مكه المكرمه او ان يذهب الى القدس ولكن ايضا في العراق مصطبه هائله من الإرث الحضاري منذ الألف الرابع قبل الميلاد. أنا أريد أن أسألك فيما يختص بهذه الزيارة. من دون أدنى ريب وأنت تعلم هذا في صلب عملك دكتور أمير أن الحوار بين الديانات هو حوار مأزوم وتحديدا نعم مع الذين يعتبرون أن أنفسهم موحدين من من اليهود لأنهم طبعاً يحتلون بلداً و... ويسيئون إلى بلاد أخرى يحتلون فلسطين طبعاً آه ماذا يقدم آه البابا في زيارته إضافة إلى حوار الأديان؟ يعني اعتقد حوار الاديان تعرض في هذا البلد الى ازمات كبيره والى صعوبات كبيره حقيقه وعوائق عوائق لطريق الحوار هذا البلد اللي كان يتعايش شعبه نقدر نقول بانه تعايش الانساني تعايش الوطني بين اطياف الشعب ما كان في عندنا كثير من مشاكل قبل يعني كان هناك المشاكل اكيد ما ما لازم واحد ينكر هذا الشيء ولكن المشاكل كانت اقل بكثير قبل التغيير اللي صار بالعراق للاسف اليوم النظام اللي اللي يعني وضعه يعني او وضع بالعراق بعد التغيير هو نظام للاسف نظام طائفي وهذا الشيء اثر كثير على اكيد على على خاصة الاقليات، الاقليات يعني عانت الامرين، الاقليات يعني بشكل تاذت من هذه الطائفية، وبشكل خاص ايضا هذا الحوار الديني تاذى، يعني احنا كان في عملنا في مجال الحوار الديني منذ سنين عديدة، يعني كان كنا مضطرين في بعض الاوقات ان نتوقف عن عملنا بسبب هذه النزاعات وهذا العنف وخاصه سنه 2014 كان عندنا كثير من برامج التعايش والحوار بين الاديان، لكن كنا مضطرين ان نوقف هذه النشاطات بسبب داعش وبسبب ما حدث، فاذا نقدر نقول بانه الشيء اللي شيلي حدث في هذا البلد كان يعني حقيقه مصيبه في طريق الحوار الديني، واليوم البابا بلقائه. في في اور راح يعني يكون هذا اللقاء مشجع ويدفع جميع الرجال الدين من كل الاطياف ان يشتغلوا ويكملوا في مجال الحوار الديني لانه الحوار ما عندنا غير بديل حقيقه من اجل ان نعيش نعيش ونقدم او او نجعل بلدنا يتقدم و ويكون اكو الاستقرار الانساني، الحضاري، الامني، طريقنا الوحيد للاستقرار هو الحوار، الحوار ما عندنا غير طريق، ولهذا اتصور اليوم البابا راح يقدم فعلا فد رساله قويه جدا لكل رجال الدين لمن يشوفون هذا الراس هذا هذا الاب الروحي العالمي البابا يلتقي بشخصيات دينيه ويلتقي بالسيد السيستاني هذا هذا هو جدا فدافع فد محفز قوي ومشجع لكل رجال الدين حتى اللي يؤمنون بالحوار واللي يريدون ان يكملون واكيد هذا يكون ايضا يعني بالنسبه للي ما يؤمنون بالحوار واللي عندهم خطاب الكراهيه راح يكون هذا اللقاء يعني ربما يغير من فكرهم ويغير من اسلوبهم حتى يقدرون فعلا يكونون فعالين رجل الدين في في العراق هو له اهميته وله يعني اهميه كبيره في الامن او نقدر نقول في فيما يخص التعايش فاتصور نعم. هذه السياره طيب. وهذا اللقاء هو جدا مهم لكن دعنا نذهب الى اللقاء مع المرجع الشيعي الاعلى السيد السيستاني في هذا الامر سيدي اولا كيف تقراه انت وكيف خططت له وكيف خططت له الفاتيكان اكيد هذا هذا اللقاء هو لقاء تاريخي لقاء مهم لانه البابا قداس البابا يعني التقى بالامام الامام احمد الطيب امام السني وهذا اللقاء كان اكيد جزء من الاسلام الاسلام يتكون من الاسلام الشيعي والسني وكان ضروري ان حتى تكتمل اللوحه تكتمل الصوره كان ضروري ان ايضا يكون لقاء باعلى مرجعيه شيعيه وهذا اللقاء هو مثل ما قلنا هو لقاء تاريخي اول مره البابا يلتقي بشخصيه اهم شخصيه بالعالم الشيعي في العالم فهذا هو جدا جدا ضروري اكيد كان اكو صعوبات يعني في البدايه لانه كان في بعض الصعوبات يعني هو هو الـ من, الـ الـ من الـ الـ اهم شخصيه شيعيه في العراق لا, لا اظن يعني في العالم انت تعلم جيدا ان 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 في الشيعه هناك مرجعيات ولكن في هذا الامر صحيح. دكتور الدكتور امير هل هل من لزوم زياره العراق زياره المرجعيه الشيعيه جراء دورها الكبير في في السياسه والحياه الاجتماعيه العراقيه ام ان الموضوع هو نعم. تارجت هو هدف بابوي انا اعتقد اعتقد بأنه هذه الزياره يعني هذا هذا اللقاء هو جدا جدا مهم لانه اكيد لا ننسى بانه سيد السيستاني اللي هو فعلا اعظم اكبر شخصيه رمزيه شيعيه حتى على مستوى العالمي مو فقط على مستوى العراق لانه اكيد كل رجل دين شيعي حتى يمتلك يكون مرجع اعلى او اية الله لازم يمر بالنجف، النجف هي الفاتيكان، فاتيكان الشيعه، ولهذا اليوم هذا اللقاء لقاء قداسة البابا بالسستاني هو مهم لأنه هذه الشخصية اللي كان لها دور مهم في العراق دور مهم ودور نقدر نقول بأنه صمام الأمان فيما يخص الوضع العراقي وخاصة في فترة العصيبة جدا هي فترة الحرب الطائفية والحرب الأهلية اللي عاش العراق بين 2006 و2008 وإلى 2010 فهذه الفترة كانت فترة جدا عصيبة وكان ممكن أن تكون مدمرة تماما للعراق ففي وقتها في وقتها السيد السستاني أعطى فتوى بتحريم الدم العراقي ما خصص الدم المسلم أو الدم المسيحي أو الدم العراقي وهذه كانت جدا مهمة قال بأنه ما لازم ننتقم ما لازم يعني رغم بانه الانفجار اللي حدث انفجار المرقد الامامين العسكريين في في سامره لكن رفض هو ان رفض على الشيعة ان ينتقموا لهذا هذا وكان هذا حقيقه هذا الرفض او كان هذا هذه الفتوى هي كفيله باستباب الاستقرار اكيد احنا عشنا ايضا هذه الفتره الصعبه ولكن لو ما كان شخصيه السيستاني لو كان شخصيه اخرى أو ما كان شخصيه السيستاني كان وضع العراق في ذيك الفتره كان وضع العراق اسوا بكثير فانا اتصور بانه شخصيه السيستاني على مدى كل هالفتره رغم بانه هو رجل لا يحب الظهور لا بالعلن ولا كذا لكن كان له دائما اهميه وهو كان فعلا يلعب دور صمام الامان في ال... في الوضع العراقي، فاتصور بينه و... وفيما يخص المسيحيين كان له دائما يعني لما صار الانفجارات الخمسه الاولى للكنائس الخمسه كان هناك ايضا تصريح واضح ب, ب... اول شيء يعني اكيد كوندناسيون يعني ان ال... ان يدين هذه هذه التفجيرات وبنفس الوقت اعطى اهميه المسيحيه وجذورها في هذا البلد اللي احنا فعلا مو احنا مو جاليات في العراق احنا اصلاء اصلاء في هذه هذا الوطن ووجودنا هو سابق للوجود الاسلامي ولهذا اكيد يعني السيستاني كان دائما يذكر بانه المسيحيون في هذا البلد هم مسيحيون اصلاء وليس وليس هم نعم. تابعين للامريكان نعم. او جايين من امريكان نعم أه ولكن كما اعتدنا واياك على مناقشه الامور بصراحه طيله قرون طويله لم يق... لم, تق... لم تقارب عاصمه الكاثوليكا الفاتيكان الحوار مع الشيعة دائما كان الحوار مع السنة وكان المسلمين سنة نحن نتكلم بصراحة يعني وانت في صلب هذا الحوار وفي صلب العلاقة مع البابوية هل هناك فتح جديد في العلاقة ما بين الفاتيكان وكل اطياف المسلمين تنجم عن هذه الزيارة سيدي اعتقد صحيح كلامكم بانه صحيح بانه العلاقات دائما كانت مقصوره على العالم السني لانه المتخصصين وفي في الاسلام كانوا اكثر متخصصين بالعالم السني، العالم الشيعي ما كان كثير يعني اعطي اهميه فيما يخص الاوساط الفاتيكانيه، لكن بالسنين الاخيره واكيد هذا دورنا انا دوري شخصيا كعضو مستشار بالمجلس البابوي للحوار الاديان، هذا كان دوري بانه ان اعطي ايضا ان يعني ننبه الدائره الفاتيكانيه على هذا الشيء بانه الاسلام ليس فقط الاسلام السني ولكن هو ايضا الاسلام الشيعي وكان مهم جدا ولهذا احنا انا شخصيا عملت من اجل زياره بعض الوفود او رجال الدين الشيعه الى الفاتيكان والتقائهم بقداسه البابا و وأعطاء أهمية من خلال زيارتهم للمجلس البابا للحوار الأديان وهذا شيء أكيد هو جدا مهم. الفاتيكان ما هي فقط يعني مؤسسة سياسية، أكيد في هناك جانب سياسي وهذا ما مو عملي أنا كرجل دين، أنا رجل دين أنا أهتم بالعلاقات الإنسانية بين الشعب هذا الشعب يعني العراقي يعني كشيعة وسنة و هذا هذا دوري في التقارب والتقارب ايضا الديني بين بين الاسلام السني والشيعي احنا حتى هنا في المجلس العراقي لحوار الاديان لأن واحد من مؤسسين مالته بانه كان عندنا كثير من اللقاءات اللي نعم. اللي نقرب بها الاسلام الشيعي نعم. مع الاسلام السني لانه هذا كان مهم دكتور دكتور امير قبل ما قبل ما نروح على فاصل اريد ان اقول للساده المشاهدين ان ان الاب امير ججي يحمل دكتوراه في تاريخ الاديان والرسالة الدكتوراه هي عن مراسيم عاشوراء في العراق والالم الخلاصي الذي يشترك به الشيعه والمسيحيون نتابع معك اذا سمحت بعد الفاصل اعزائي انتظرونا أحييكم مجددا من أجراس المشرق. ضيفنا الأب الدكتور أمير ججي من العراق ومواكب وفي صلب زيارة قداسة البابا إلى هذا البلد العريق. دكتور أمير ججي، المحطة الأخرى هي في بغداد. وهي محطة فيها جزء كنسي وجزء سياسي. السلطة العراقية المنقسمة ماذا تقدم لزياره البابا وهو ماذا يقدم لها على الصعيد العالمي؟ سؤال جدا مهم يعني اليوم اليوم البابا كشخصيه عالميه له تاثيره الكبير في على الصعيد الانترناشونال على الصعيد العالمي واتصور بانه لمن يلتقي بالمسؤولين المؤمنين على ارواح وحياه الناس الشعب العراقي راح يكون له رساله رساله مهمه رساله مهمه من اجل ان يطلب من المسؤولين على هذا هذا البلد ان يهتموا بالانسان يهتموا بالحياه الانسانيه أكيد هناك مشكلة كبيرة في النظام يعني تركيبة النظام اليوم اللي تحكم العراق خاصة النظام اللي حكيت عنه النظام الطائفي فاليوم يعني يدعو البابا كشخصية عالمية راح يدعو القيادات المدنية والمسؤولين إلى أن أن يكون فعلا الإنسان العراقي أن يكون هو بالمركز وأن يقومون بتفعيل فعلا بتفعيل قضية المواطنة أن لا نتعامل مع الأقليات كأقليات ما لازم أن يكون في العراق وكأنه المسيحيين أو الأيزيدين أو الصابئ المندائيين هم كأقلية وكأنه إحنا نستجدي وجودنا ونستجدي حقوقنا إحنا كلتنا مواطنين مواطنين بشكل كامل وهذا شيء جدا مهم اليوم اذا العراق اذا ما يقدر يفعل المواطنه ما ممكن ان هو الحل الوحيد الحل الوحيد في مستقبل العراق هو تفعيل قضيه المواطنه بانه كل المواطنين هم سواسيه في الحقوق والواجبات وان يكون فعلا المسؤول ان يكون فعلا مهني ان يكون شخص اللي فعلا عنده حب ومحبه لبلده حب لبلده من اجل بنائه هذا هو السبيل الوحيد ما عندنا غير سبيل من اجل ان ان يعني يعود العراق الى مكانته واهميته في المنطقه نعم هل يدرك خلال يعني التحضير انتم للزياره هل يدرك المسؤولون العراقيون اهميه هذا الامر ام ان الموضوع بالنسبه للبعض وهذا ايضا تابعناه لانه نحن دائما نتعامل بالصراحه مع مع الساده الذين يشاهدوننا ام انها ام ان الزياره هي مجرد ان تقدم صوره جميله عالميه للسلطه القائمه في العراق اكيد هناك الكثير اللي يريدون يستفادون من هذه الزياره من اجل ان يبينوا بانه صوره العراق المستقر صوره العراق الجميل صوره اوكي انا انا يعني اتفهم هذا الشيء لانه مهم جدا ايضا ان نقدم صوره جميله لقداسة البابا اللي, اللي ضيفنا آه أن نقدم صورة جميلة ولكن لا ما لازم أن نقدم إلا الصورة الواقعية وليس الصور المجملة لازم يكون فعلا هذه الصورة اللي يعني نحاول نقدمها تكون فعلا صورة حقيقية واقعية وليس فقط في جزء من هذه الصورة فقط حتى نجمل المكان اللي آه قداسة البابا بابا يمر به انا اتصور بانه اليوم اليوم هذه الزيارة راح تحث المسؤولين وارجو واتمنى بانه ان تكون هذه الزيارة هي دافع لبداية جديدة بداية يعني فكر جديد ورغبة جديدة بانه ببناء هذا البلد يعني ببنائه من كل النواحي وقلت مثل ما قلت بانه ان يكون فعلا الإنسان العراقي هو في المركز وليس المصالح نعم. الاقتصادية والمصالح السياسية وإلى آخره نعم وفي زيارة إلى كنائس بغداد يعني بمعنى أنك آت إلى العاصمة وجميعنا نعلم أن الوضع في بغداد لا يسر الخاطر يعني نحن زرنا وعملنا بالزمان تقرير عن حي الأثوريين في في بغداد ما برايك يمكن ان تقدم هذه الزياره لمسيحيي بغداد ايها الاب العزيز مسيحي بغداد عانوا كثير حقيقة يعني حقيقة هي فعلا قداسة البابا قبل يومين أيضا نوه على بأنه الكنيسة الشهيدة الكنيسة الشهيدة حقيقة المسيحيين في العراق بالعموم وخصوصا في بغداد عانوا الأمرين عانوا الكثير وهذا النزيف النزيف الهائل من الهجرة اللي حدث اليوم في في بغداد كان بغداد كانت عاصمه المسيحيه في فيما يخص يعني وجود المسيحي برا يعني برق مو فقط في سهل نينوى ولكن الرافدين ولكن بالضبط بالضبط ولهذا ولهذا اليوم للاسف يعني اصبحنا اقليه صغيره جدا من المسيحيين بس هاي هذه الاقليه الصغيره محتاجه اليوم يحتاج هذا الشعب المسيحي البغدادي يحتاج إلى نفحة أمل نفحة رجاء الشيء اللي عانوا البغداديين المسيحيين البغداديين هو شيء فظيع فظيع بكل معنى الكلمة فأتصور بأنه البابا رح يجي من أجل أن يعني أن يعطي نفحة الأمل هذه الرجاء لهؤلاء الناس اللي قرروا أن يبقوا كثيرين من الناس أكيد يعني في في هناك من الناس اللي لو كان في امكانهم مقدورهم ان يغادروا كانوا غادروا، صحيح. لا. بس في ايضا ناس في ايضا مسيحيين يعني عندهم عندهم ايمان بوجودهم في العراق، وهذول الناس محتاجين محتاجين بانه ان البابا ينطيهم دفعه امل ورجاء بانه ان وجودهم في بغداد هو وجود رساله، وجود. يعني احنا مدعوين ان نكون هذه البذره اللي اه تعطي الامل وتعطي الجمل يعني كان كان يقال دائما يقال المسلمين يقولون انتم زهور الحديقه حديقه العراق فاحنا نريد فعلا هذه الزهور تكون فعاله هذه تكون هذه الزهور تكون مثل الخميره اللي راح تنطي النكهه لكل العجينة لكل الشعب ولهذا أنا أتصور بأنه اليوم زيارة قداسة البابا وخاصة يعني لقاءه بمسيحي بغداد للأسف يعني ما راح يقدر يكون أكو لقاء مباشر كثير للمسيحيين البغداديين لأنه بسبب الكوفيد بسبب الوباء وأيضا بسبب الظروف الأمنية فما راح يكون يلتقي إلا بمجموعات صغيرة تمثل هذه الشريحة المهمة لكن يعني أكيد قضاه البابا هو ايضا قال بانه لو المسيحيين ما قدروا ان يشوفوني يعني جسديا ويلتقوا بي على الاقل راح يشوفوني في بلدهم في عبر شاشات التلفزيون فاكيد اكيد هذه الزياره هذا هذا القدوم البابا بالنسبه لهم هو فعلا دافع ودافع امل كبير بالنسبه لكل المسيحيين العراق وخاصه مسيحي بغداد يعني انا اعلم يعني ربما من معرفتي بك انك ترسم صوره ورديه نحن ناملها جميعا ونحن نعلم ما عانيته انت حضرتك في بغداد وفي توقف العمل والحوار ولكن دعني ما أي واياك انتقل الى اربيل. ما دور الاكراد في الزياره سيدي؟ ماذا يقدمون لها من اضافات؟ ماذا يريد منهم البابا؟ هل هي ايضا صوره تجميليه ام ان هناك امور مفصليه في هذه الزياره الى اربيل؟ قداسه البابا جاي كراعي، كراعي يجي زور شعبه اينما كان واحنا نعرف بانه بسبب الهجره هجرة بسبب داعش ومصيبة داعش على العراق اضطر بأنه المئات الآلاف من 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 المسيحيين السهل نوا والموصل الهجرة إلى أربيل وإلى كردستان لأنه كان في وضع ربما أكثر مستقر من هالمناطق فأكيد يعني هذا هذا الوضع أدى إلى أنه بأنه يكون يعني عدد من المسيحيين تضاعف بشكل كبير. فالبابا راح ياتي من اجل زياره ولقاء شعبه. اكيد هو في بما انه راح يزور كردستان راح يكون في لقاء رسمي مع القيادات الرسميه او والمدنيه ولكن المهم يعني الجوهري بزياره البابا لاربيل لانه في اربيل ربما في يعني الاجواء اكثر مؤمنه هي لعمل يعني احتفال بقداس يجمع الالاف عشرات الالاف من من المسيحيين فهذا هذا الاختيار ليس اختيار لانه البابا يريد ان يزور الاكراد او لا زياره البابا ما هي زياره سياسيه هي زياره رعويه ويريد ان خاصه البابا يعني في في الميلاد في في, في ميلاد 1900 عفوا ميلاد 2015 يعني عيد الميلاد 2015 كان البابا نفسه كان اتصل بالمهجرين عن طريق احد الكهنه وحكى مع المهجرين وقتها وقالها وقال بيّن تضامنه والمه وقربه من معاناه شعبه وقال وعدهم في ذاك الوقت في عيد الميلاد 2015 وعدهم قال لهم بانه باقرب وقت ممكن اجي ازوركم واجي اكون قريب من عدكم في معاناتكم، فاليوم البابا لمن ياتي الى العراق ياتي للقاء شعبه لا ياتي لقاء لا السياسيين ولا لقاء ايضا حتى المسؤولين الدينيين، اليوم يعني اكيد لقاء المسؤولين السياسيين والمسؤولين الدينيين هو مهم جدا نعم يعني لكن بمعنى المعاني قدمت قدمت صوره ودودة إذا جاز التعبير لهذا الموضوع ولكن من 2015 تعرف بعد بعد سنة من من تدمير الموصل بال2014 وهذه الهجرة وهذه المآسي وأنت تعرفها جيدا أبو أمير يعني بالموصل وبسهل نينوى وبقرت بطون حوامل اغتصابات قتل من النخب ومن الكهنة آه بالتعبير الصحافي اللي بيحب دائما الوصول إلى الحقيقة ألم تتأخر هذه الزيارة عن هؤلاء الناس الذين عانوا والذين بات عددهم في كل العراق 250 ألف بعد ما كانوا مليون أكيد ربما آه ربما نقدر نقول بانه هذه الزياره ربما متاخره ولكن هي حقيقه زياره يعني يعني البابا منذ زمان بعيد من يعني من قبل سنتين وهو انا شخصيا عده مرات التقيت شخصيا به بي وقال بين يعني بشكل رغبته الكبيره بانه يزور العراق بس مثل ما تعرفون مثل ما يعرف كل الشعب المسيحي العراقي بانه يعني هل هذه الزيارات هذا النوع من الزيارات يحتاج الى تامين فيما يخص عده يعني مجالات كبيره مثلا من ناحيه الامنيه من ناحيه عدة نواحي يعني البابا من يزور بلد معين هذه الزيارة تحتاج إلى أشهر لا بل إلى سنين تحضيرات واليوم القداس البابا فرانسيس هو رجل يعني أراد أن مثل ما قال يتضامن مع المظلوم يتضامن مع المسحوق فألح هو شخصياً على دائرته الفاتيكانية وألح أن يكون تكون زيارته بشكل سريع لأنه أكيد يعني هذه الزيارة هي كانت أيضا مفاجئة مفاجأة للكثير من العاملين في الدائرة الفاتيكانية لأنه يحتاجون أكثر وقت حتى يحضرون لكن هو شخصيا أراد أن تكون هذه الزيارة بأسرع وقت ممكن لأنه يعني يعني أهميتها بالنسبة للشعب المسيحي هو أهمية قصوى وكان ضروري أن يأتي الراعي إلى رعيته, إلى رعيته آه. أنا في, هذا في هذا الأمر آه. بهذا العراق الحزين سيأتي قدسته إلى المنطقة إلى الشمال إلى الموصل وسيأتي إلى بلدتك قرقوش وانت في صلب التحضير لهذه الزياره يعني زرت الاماكن التي بالاصل التي يجب ان يزورها يعني ك ك كحموله اولى لمعرفه الطريق الذي سيخططه البابا والان في خضم هذه الزياره ماذا يمكن ان تقدم للمسيحيين الان هل فقط الرجاء وبلسمه الجراح ام ان هناك شيئا اخر عملاني عملاني دكتور ججي نعم نعم اتصور بانه هذا اللقاء يعني خاصه بزيارته لقرقوش يعني انا آه يعني قبل ايام كنت في قرقوش والتقيت بالشبيبه الشباب اللي يحضرون ويهيئون ويعملون لقاءات يعني آه الفرح الموجود المرسوم على شفاه هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب اللي سرقت سرقت طفولتهم وسرقه شبابهم هذول الشباب فعلا اليوم البسمه مرتسمه على شفاههم والامل يشع في وجوههم فهذا يعني يعني كل هالشباب اللي فرحانين فرحانين ان ياتي قداسه البابا الراعي الاب الاب اللي ينتظروه ياتي الى بلدتهم قرقوش اللي عانت واللي واللي يعني دمرت حقيقه دمرت كل كنائسهم دمر يعني تدمير داعش للكنائس والبيوت كان يريد ان يدمر الامل، الامل اللي هو يعني اثمن شيء ف فزياره البابا هي حقيقه اعاده الامل الى قلب الانسان. هذا هو المهم هذا هو الاهم بالنسبه للزياره اكيد نشوف راح نشوف راح يكون له لزياره لقداسه البابا في قرقوش استقبال فعلا استقبال الاستقبال اللي استقبل المسيح في في احد الشعانين الشعانين راح يكون فعلا هذا الراعي اللي يدخل الى مدينتهم وب بالثوب الاثواب التقليديه بقلوب فرحه ببهجه حقيقه هذه الزياره بالنسبه لاهل قرقوش هي زياره يعني زياره تاريخيه بكل معنى الكلمه وفعلا راح يكون استقبال مهيب لقداسه البابا في هذه المدينه المهمه جدا في شرقنا وفي عراقنا نعم الباب البابا ياتي في ظل فجوات ديموغرافيه واسعه في العراق وفي ظل انزياحات ديموغرافيه واسعه وهجرات احيانا قسريه واحيانا ذات طابع ياسي من خلال تحضيركم مع قداسته هل من خطوات عملية لتجذير المسيحيين العراقيين في بلادهم سهل نينوى يا سيدي هذا 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 مصطبه من من ايام الاشوريين الذين جاءوا الى المسيحيه في قرونها الاولى نعم نعم اكيد اكيد هناك يعني اول شيء يعني بالنسبه للمسيحيين بالنسبه للمسيحيين مثل ما قلت بانه هو راح يكون فعلا دافع يعني امل وايضا راح يذكر المسيحيين في في العراق بالعموم وخاصه في سهل نينوى يذكر المسيحيين مثل ما قلت برسالتهم دعوتهم كمسيحيين في هذا البلد دعوتهم الاساسيه ان يكونوا فعلا حملة السلام حملة الطعم المسيح إحنا نقول دائما المسيحيين هناك نسميهم مسيحي أو مسيح مثل ما يقولون الشيعة في العراق مسيح إحنا نعكس المسيح حقيقة إحنا نعكس محبة المسيح ولهذا المسيحية في العراق اليوم ما هي فقط أقلية لكن هي دعوة هي هي رساله جدا مهمه هذه من جانب المسيحي لكن من جانب ايضا يعني البابا راح يشدد على قضيه المواطنه راح يشدد على قضيه المواطنه بانه نحن اليوم مواطنتنا الانسانيه نحن نعيش كاخوه بالبشريه باخوتنا البشريه كاخوه بالمواطنه وراح يأكد ويحث الشعب العراقي بانه يجب ان نخلي ورانا كل هالصراعات وهالعنف اللي عشنا خلال هالسنين الأخيرة ونبدي مشوار جديد نبدي يعني نبدي فعلا ونهتم بالإنسان نهتم بالبنية التحتية للبلد المسحوقة اليوم لما نشوف بأنه هناك بعض التصليحات لتهيئة زيارات البابا ولكن هذه التصليحات للشوارع للبنية التحتية يجب أن تكون فعلا حقيقية ودائمة يعني بداية ودائمه وليس فقط لزياره البابا، فنحن نحتاج اول شيء اعاده بناء للبنيه التحتيه، نحتاج اعاده بناء لنظرتنا للانسان، وهذا الشيء اللي واعاده في بناء في هذا قضيه تفعيل قضيه المواطنه دكتور ججي ابونا ججي لفتني هو انه أن هناك لقاءات مع النخب. وعلى النخب دائما يقع عبء استنهاض اي بلد اولا هل ستكون النخب من كل المذاهب والطوائف وماذا لا. يدور في في الحوار مع النخب واعتقد انك جزء من هذا أكيد. الامر نعم في اختيارنا يعني اختيارنا للنخب اللي راح تلتقي في قداسه البابا خاصه في, في مدينه اور وفي لقاءات اخرى وخاصه في مدينه اور يعني حرصنا ان تكون كل الاطياف ال الشعب العراقي موجوده يعني حتى الاطياف الصغيره اللي هي مثل مثل الزرادشتيه والكاكائيه والشبك وال, وال يعني ايزيديه المندائيه وكل الاطياف وليس يعني ما ننسى اي شخص حتى يعني هناك من يعني من كل الاطياف اللي هي ربما في بعض الاطياف هي مو معترف بها يعني مثل مثل البهائيه والى اخره يعني ممكن يكون كل انسان عراقي هو مدعو ل ان يكون ممثل وحاضر في هذا اللقاء التاريخي اللي راح يغير حقيقه بالنسبه لي راح يغير تاريخ العراق يعني قبل زياره البابا فرانسيس للعراق شيء وبعد زياره قداسه البابا فرانسيس للعراق شيء اخر نعم أه بدي اسالك باستغل معي دقيقتين من الوقت أه هل هل هناك زيارة للبنان لقداسته يعني نامل وخاصة في هذا الوضع الصعب اللي يعيشه لبنان، لبنان يعني فعلا شهيد، فعلا شهيد، شهيد هذه الصراعات، شهيد هال الطائفية المقيتة حقيقة واليوم لبنان لبنان العزيز على قلب البابا لبنان العزيز جدا على قلب البابو وعلى على كل البابوات حقيقه اعتقد بانه هناك ضروره جدا يعني على حد علمي ما ما في يعني انا ما اقدر ان اقول بانه لو هناك زياره قريبه او لا بس اعتقد بانه الدائره الفاتيكانيه هي مهتمه جدا بالوضع الدائر في لبنان وفعلا يعني أمر, أمر لبنان آخر هو أيضا في صلاة البابا في الصلاة شيء وفي الزيارة شيء آخر يعني على أمل أن لا تأخذ سبع سنوات من التحضير ولكن أيضا هناك وضع خطير في سوريا وأنت تعلم أن مسيحيي سوريا أيضا تعرضوا لما تعرضوهم وكنائسهم وقسم كبير هاجر آه لا اعلم يعني نحن نسالك فقط لنستحث آه البابويه على ان تكون اكثر حضورا في آه في بلادنا وتحديدا انسانيا فقط اكيد يعني, يعني سوريا ايضا نعم سوريا أيضا عانت عانت يعني هي شهيدة أيضا شهيدة مثل العراق يعني عانوا شيلي عانى العراق ب ب واليوم أيضا يعني أنا أقول بأنه البابا والبابا الحالي والبابا السابق والبابا القبل يعني هم كانوا يعني هالبلدان هي عزيزة جدا على قلوبهم ويدعون دائما بكل مناسبه الى اعطاء القيمه للانسان، اعطاء القيمه للحياه للاسف يعني الوضع يعني في المنطقه ككل، وضع العنف، وضع الحروب الطائفيه، هذا دمر دمر الانسان، دمر كل ما هو جميل دمر الحياه ولهذا انا اتصور بانه البابوات او البابا فرانسيس بشكل خاص اللي هو قريب جدا من المظلومين قريب جدا من المسحوقين واليوم العراق يعني الشعب العراقي ككل والشعب السوري هو شعب حقيقه مسحوق ويحتاج الى أن أنا كل دعم كل شكر كل شكر لك اربعه ايام زيارة طويلة بابويا لكن العراق مهد للحضارات الانسانية منذ شهقة تل حضارة تل العبيد الاولى على بعد ستة كيلومترات غرب اور والعائد إلى أبعد من ستة آلاف عام ويستاهل الشهور ماذا ستعود على المسيحيين العراقيين الذين بات عددهم حوالي 250 ألفا هذا ما ستكشفه قادمات الأيام شكري وتقديري للأب الدكتور الصديق أمير ججي الذي اقتنص ساعة من زحمة الزيارة ليعطيها لأجراس المشرق ومشاهديه شكري لزملائي في البرنامج والميادين وزملائي في مكتب الميادين في العراق أملنا أن تتحقق رسالة الزيارة المحبه والسلام سلام على ارض العراق وسائر المشرق سلام عليكم وسلام لكم